الو، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. اخ وليد، كيف؟ اتفضل، معاك وليد. لماذا فرط النبي صلى الله عليه وسلم في بنات خديجة وسلمهن لمنافق كما يدعي الشيعة؟ اول شيء بدي مر عندك الطرح اشكال بخصوص خلافة امير المؤمنين الامام علي. معلش، عيد كلامك تاني. كنت عم اقول لك، كنت طارح انت اشكال بخصوص خلافة الامام علي. ماله الإمام علي؟ انت عندك طارح اشكال مرة بخصوص خلافة الامام علي، فكنت اه، انا كنت عم طارح. باخذ دق فما كنت عم تضبط معي. ايه هو الإشكال؟ والله انا معلش، انت مش فاهم، اشكال مش فاهم ايه هو الإشكال ان انا كنت طارحه. لا لا، هو مش من هلا، يعني صار له فتره. انت كنت طرح اشكال بخصوص خلاف الامام علي، الخلاف، فهمت علي كيف؟ والله ما فهمت، فانا اكتبوا لي يا حابب اخوانا اجاوب لو عليك من فهمتوه، كنت. اكتبوا لي. لا شو يا ولي، خلاف الامام علي من كتب السنه، مارش خلافة نعيش الإمام فيها. علي من كتب السنة؟ مارش نعيش فيها، لأنه آه أنا ماشي، كنت حابب نعيشك فيها. يعني أنت جاي تثبت خلافة الإمام علي من كتب السنة؟ أيوه، طب ولو أنا أثبتت لك عكسها من كتب الشيعة، مين يكسب؟ تسمع طب كلام كتب السنة ولا كتب لا الشيعة؟ لا، أول شيء أنا بطرح علي، أنا أول شيء بطرح إشكالي، بعدين أنت تطرح إشكالك. ما انا بقول لك اهو، يعني انا طبعا دلوقتي لو اثبتت لك ايه، ان الامام علي قال ان طب ابو بكر اولى بالخلافه، لحظة، لا، انا بالاول، انا بطرح، انا بدي ايه اطرح اشكالي ماشي بالاول. ماشي، ما يكون مشكله. وانت طب خلاص، وانت فاضل ربع اليوم ساعه اطرح سؤالك، تفضل. ماشي، يلا يا رب، يلا بسم الله. يلا يلا لحظة جاهز، دوس بنزين، يلا يلا، ركز يلا، اتفضل اطرح اشكالك. هلا انت مش تتبع من ابن تيمية؟ هلا انت ما تعتبره عالم كبير؟ اه، بعتبره عامل. اه هون خلينا متفقين، هو ما قال كلمة من بعدي تعني مسألة الخلافة، كما قال أن اتبعوا من بعدي أبو بكر وعمر، طرح الرواية وقال أن هذه تعني الخلاف. آه. في العديد من الكتب مثل الترمذي، علي وليكم من بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، علي وليكم من بعدي. قال علي يقول وليكم من ابن بعدي. تيمية، فين علي وليكم من بعدي دي؟ علي في انا حجب لك اياه، انا حجب اه، لك اياه، انا حجب لك اياه المصدر في لو سمحت. الترمذي. بس انت لا تتعرف، الترمذي انت تعرف ان انت هتوجع، أخوان، انت نفسك هتوقع نفسك في اشكال في كلمة من بعدي. علي وليكم من بعدي، ما معنى كلمة وليكم من بعدي؟ علي، قول لنا سياق الحديث الأول، مش تقول لنا سياق الحديث. صح صح الترمذي، سنن الترمذي، ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، إن علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعد. هذا حديث حسن، طيب كتاب انت حضرتك، معلش باب مناقب علي بن أبي طالب، معلش، واحدة في واحدة باب مناقب علي بن أبي طالب في واحدة الترمذي، واحدة 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 وفي عند العديد من يا عم، واحدة واحدة المصادر. بس، نفهم نفهم الأول، نفهم الأول. هل النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم صحى من النوم وقال ماذا تريدون من علي؟ علي هو وليكم من بعدي، يعني صحى من النوم كده، ولا في مناسبة لا للحديث؟ صح، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات لعلي بن أبي طالب في غزوة تبوك، عندما قالوا لا، بدك يا عم بدك اهو، الرواية من انت الاول اللي شوي. عندك لا الحديث. شوي، بص يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ،
لا حاول، مش عايز بدا شيء، كروي مش من عايز الاول. يسمع شيء جاي في انا دماغه حامل حاجات. الاول. افهم، طيب افهم انا عايز اقول ايه، يعني افهم اسمعني عشان تفهم انا عايز اقول ايه. زي اشتغل بالظبط كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. تمام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قام من تمام. النوم قال لفاطمة كده؟ لا. يبقى في أكيد حدث، يعني شيء حدث، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. طب لما احنا نرجع للحدث ده نلاقي ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اراد التزوج، فالنبي قال له الكلمتين دول في سياق وين حدث، وليه يا يعني ابني في وين سياق قصه. طب وين النبي وين صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده لعلي بن ابي طالب ليه؟ يبقى احنا لازم نعرف القصه اساسا ايه؟ القصه بسيطه جدا، لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخرج الى غزوه تبوك، فاستخلف علي رضي الله عنه وارضاه على اهله وفي روايه على المدينه. فجاء بعض القوم وقالوا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: استسقلك النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض الاخر قال له: استخلفك في الصبيان والنساء. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم مهرورا مسرعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في روايه: الا ترضى، الا اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. وفي رواية أخرى: ماذا تريدون من علي؟ علي إيه؟ ولي كل مؤمن بعدي. وفي رواية أخرى قال: لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي من بعدي. يبقى كل الروايات ديت مربوطة بحدث، مربوطة بحدث، الحدث اللي هو إيه؟ غزوة تبوك. وضحت طيب المسألة؟ يعني هلا هي هذه، ولكن انت بتقول طيب ايه ده؟ هلا هي ما بتعنيها. خلينا نرجع لكلامك، انت بتقول كلمة من بعدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من بعدي 12 خليفة. فانت بتقول هنا البعدية يعني بعدي مباشرة، بعدي لا لا مباشرة، لا لا شو، ما خلص ما خلص صح؟ لا شوي، انا احنا هلا انت عم تقفز هلا، لا شو انت عم انا ما تقفز، انت عم قفزت يا تقفز، ابني، انت انا عم ما تقفز. قفزت يا ابني، انا لا ما لا ما قفزت. ليش مش ما انت اللي اتكلمت عن تقفز، البعدية؟ احنا عم نحكي، مسألة الإمام علي، كلمة من بعد قال ابن تيمية تعني الخلافة، يا ابني ما انت لماذا لازم أخذها أبو تشوف، يا بكر؟ ابني ما انت لازم تشوف البعدية اللي هنا المقصودة في الحديث ايه؟ المقصودة في الحديث ايه البعدية هنا؟ انت هنا الحديث وليكم ده ما أنا مضطرب ولي. يا لا ابني، شوي لا اسمع، شوي مش أخي الشيء لو فاهم، والله الشيء لو لو فاهم أني وياك، هيريحك. لو أني وياك والمتابعين، لو أني وياك والمتابعين هلا، لو أني وياك والمتابعين هلا، ولنعتبر أنت الزعيم أو أنت سيدهم، وجيت قلت لهم الأخ وليكم من بعدي، ما معنى وليكم من بعد؟ لا تعني إلا مسألة الخلافة كما قال ابن تيمية عنه. اسمع بس، اسمع، الله يبارك فيك وإذا قلت لك شو يا استاذ، هذا اسمه لا تناقض، حول ولا هذا اسمه قوة تناقض. الا بالله. ما انت مش عايز تفهم، انت تعرف لو ركزت في كلامي كنت هتفهم والله، بس انت مش مركز في كلامي، انت مركز في كلامك، انت هتقول ليه ليا، لكن مش مركز انا قلت ايه. يا استاذ الرواية اللي انت جبتها دلوقتي بتقول ايه الرواية؟ ماذا تريدون من علي؟ يبقى اذا في حوار، صح؟ في حوار حصل ما بين النبي وما بين بعض الناس، فقال لهم ماذا تريدون من علي؟ صح؟ ايه صحيح. انا بقى عايز الرواية الكاملة بتاعة الحوار الذي دار بين القوم وبين علي بن ابي طالب وبين النبي، فين هي بقى؟ بدك لك الرواية هي ما انت قديمة. لما تجيب لي الرواية كاملة فمن خلال الرواية انا اعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كده، حاضر حاضر حاضر. فاتفضل بأمرك جيب لي انها الرواية حلك كاملة الرواية. بالحدث كامل. انا بأمرك. روح روح تعصبش، روح يا حاج، روح روح. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جيشا واستعمل واستعمل عليهم علي بن أبي طالب عليه السلام، فمر في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه، فتعاقد أربع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرناه بما صنع علي. وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر
بدأوا برسول الله صلى الله عليه وآله فسلموا عليه، ثم انصرفوا إلى رحالهم. فلما قدمت السرية سلموا على الرسول صلى الله عليه وآله، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه الرسول. ثم قام الثاني إلى آخره نفس الشيء، وقام الثالث نفس الشيء، وقام الرابع. فقال رسول الله: والغضب يغرف عن في وجهه، يعني معصب على الإنكر. فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. الرواية بقى اللي انت حضرتك ذكرتها دي فين؟ في الترمذي. الرواية دي مقتضبة؟ مش مقتضبة، الرواية الأولى اللي انت حطيتها مقتضبة، هي اللي كانت رواية مقتضبة، صحيح؟ عفوا، امشي على شوش، لا ما حول صوتك ولا ناقص قوة شوي. إلا لحظة، بالله. فعلت فعلت شعرت شعرت. ها سألتك، الرواية الأولى كانت مقتضبة والرواية الثانية مش مقتضبة، الرواية الثانية فين؟ مكسور والله الكلمة، مش فاهمها شو هي الأسوأ. أنت صوتك طرحت، ابتدى قلت يقطش. لي جيب لي ما هو الرواية، مش في الـ مش في الـ في الـ قلت لك الرواية في فين. هلا اللبناني يا اخوانا أنت بيقولوا ايه؟ اشرح، أنت بعلاقة لا يا تشرح، اخوانا في اللبناني بيقولوا اشرح ايه؟ الرواية هلا، في اللبناني بيقولوا ايه؟ صوتك بيقطش؟ اشرح الرواية، كان صوته بيقطش، اشرح صوتك اشرح بيقطش، اشرح الرواية. اشرح عنه رواية يا ابن الحلال. بص يا ابن الحلال، انت كلمة البعدية اللي انت ماسك فيها خلاص، خلينا نمشي معاك. انا دايما بقول ايه، الشيعي اللي ما يجيش معاه امشي معاه، صح؟ صح والله ما بعرفش، يا عم اسمعني بس، المهم خليك بس، كمل. ركز معايا شوية، ركز معايا شوية، ركز معايا شوية. الله يلا انت العب بتتكلم يلا. عن البعدية هنا وقافش وقافش في ان البعدية دي تعني ان بعدية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلافة علي بعد النبي، خلاص ما فيش. موافق النبي صلى الله عليه وسلم أليس عندكم؟ قال: من بعدي 12 خليفة، صح؟ من بعدي، صح؟ فهنا البعدية دي تشمل إيه؟ تشمل بعد النبي صلى الله عليه خلافة وسلم علي مباشرة، بال12. زي ما حضرتك تفضلت، تشمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، زي ما حضرتك تفضلت. طيب جميل أوي. يبقى إحنا لو مسكناهم واحد واحد، لو مسكناهم واحد واحد، بعد النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما أنت تفضلت علي بن أبي طالب، وبعده الحسن، وبعده الحسين، وبعده علي بن الحسن، إلى الحسن العسكري، لا صح؟ لا لا يبقى احنا كده ماشيين في البعدية، احنا ماشيين في البعدية، صح؟ من بعد طبعا كله جميل عليكم من بعد. جميل، ركز بس معايا، ركز معايا، ركز معايا. يبقى كلمة البعدية مركز تحتم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كلمة البعدية تحتم وجود البعد بعد البعد، يعني بعد علي الحسن، وبعد الحسن الحسين، وبعد الحسين علي بن الحسين، لحد ما نوصل للحسن العسكري. مين اللي بعد الحسن العسكري؟ الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. جميل قوي. طب الحسن بعد الحسن العسكري ما فيش بعدية، لا 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 شوي لا ما فيش بعدية، الحج البعدية بن اختفت. الحسن البعدية تعني الوجود، يعني لازم يستلم الخلافة، اختفت. لحظة لازم يبقى لحظة، خليفة ليش الإمام اختفي حبيبي؟ لا شوي، أنت يا هون باشا. غلط ما فيش حاجة بالتصورة، اسمها مع خذي الخلافة جهلة. نختفي، انسى انسى لحظة الهبل لحظة ده، لحظة انسى لحظة لحظة، الجنان ده يا باشا. احنا بنتكلم في البعدية، لو سمحت دقيقة، البعدية، البعدية لو تعني سمحت. وجود. صح، بص لما الشيعي، إيه أحسنت أحسنت، هذا الإشكال أحسنت، أنت طرحته علي، يعني بتشكرك طرحت علي هيك إشكال. لا كمل. ها الإمام المهدي هو مش آخر إمام؟ الإمام المهدي مش هو آخر يا باشا إمام؟ احنا مش هو بنتكلم آخر عن إمام؟ بعدية دلوقتي، مش المفروض بعد الامام الحسن العسكري امام، كمل على والامام ده لا يا يستلم عمي، الخلافة ماشي ويبقى ماشي، خليفة؟ اسمعني، لا مش حول لا الله حول ولا قوة الا خليفة، بالله من عليك أنا، من عليك يا يا باشا. انا ولي، ماليش أنت دعوة، من عليك؟ ابص عقائدك، العقائد بتاعتك دي دلوقتي اركنها على جنب، حتة الاختفاء لك فمن عليك؟ والسفراء والاختفاء والكلام ده كله اركنه على جنب خلاص. أنا بكلمك دلوقتي على كلمة البعدية،
يعني معناها ان المفروض في امام يستلم الامامه بعد الحسن العسكري، ويكون الامام ده خليفه، خليفه على المسلمين، والمسلمين تشوفوا يشوفهم، لان البعديه تتحتم بذلك، يعني البعديه تحتم ذلك. صح؟ طيب جميل قوي. فين بقى البعديه بعد الحسن؟ في جاوبك؟ لا في جاوبك؟ بعد اذنك بدي جاوبك. تفضل. بعد اذنك بدي جاوبك. اولا قيمت انه الامام المهدي هو يا الرسول قال ال 12 خليف، يعني ال 12، يعني ما عادش في بعده امام، صح؟ ما عادش في امام دلوقتي. مش النبي، مش النبي قال من بعدي، من بعد فمن عليك دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من بعدي 12 خليفه، يعني معناها ان في هيتولوا من بعده، يعني بعديه بعد بعده بعد بعده بعد بعده بعد بعده لحد ما نوصل للحسن العسكري. وصلنا للحسن العسكري. بعد الحسن العسكري مفيش بعديه، البعديه دي دلوقتي بقى لها 1300 سنه. لك يا وليد ما عم جاوبك ليش هو مختفي. انا عم جاوبك ليش هو مختفي. انا ما سالتك ليش هو مختفي. انا ما سالتك ليش هو مختفي. المفروض كلمه البعديه، معلش معلش، اليست البعديه هي استخلاف؟ بدي جاوبك يا خيي. ما بتخلي حدا يحكي. ليش الشيء واقف؟ دماغه واقف خلاص. ما بدي احكي. بدي جاوبك ليش هو مختفي. احكي بس، احكي. طب بدي جاوبك. تفضل جاوب. تفضل. هو اخر امام، هو اخر امام، هذا اخر امام، والائمه اللي بعده انتهى. او انت يمكن ما بتعرفش، هن تعرضوا لظلم وتعرضوا يا عم. انا مالي تعرضوا لظلم ولا تعرضوا لاضطهاد؟ ما في حاجه اسمها تعرض. ما كان الانبياء يا عم، الانبياء ما تعرضوا. يا باشا الانبياء، يا باشا انت، ما انت هتهيس مني، هتهنك مني والله العظيم، هتهنك. بدي جاوب، بدي جاوب، انا بدي جاوب. طب بدي جاوب. شو مختفي؟ لا انت عم تقطشني. لا عم تقطشني يا عم، والله ما بقطشك. تفضل تفضل. ما انت هذا مش فن حوار هذا، معلش يعني. هلا كفي لك. هو هن هن لا ليش هو اختفى؟ لانه اجداده تعرضوا لظلم وعدم نصرة، فهو لحتى يظهر بده ينشر الارض قسطا وعدلا. هو حاليا ما عنده انصار حتى يطلع. ليش؟ هو اخر امام، اذا طلعوا فيش عنده انصار وقتلوه هون، فالاسلام راح، دين الله راح، الحق راح. عشان هيك هو اللي حتى يطلع بده يكون عنده انصار. مثلا الامام الصادق عليه الصلاه يعني والسلام، يعني دلوقتي معلش مرة معلش رجل يعني تقل. معلش معلش، واحد 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 مره اجى رجل ساله، واحد واحد قال له يعني ليش انت بتعمل فوضى؟ قال له اسمعني بس، اسمعني اسمعني. قال له لا حول ولا قوه الا بالله، اخذوا على الحقله. قال له شايف هادي العشر غنمات؟ لو عندي بدالهم بشر او فياء لعملت ثوره، بس ما في انصار. ليك ليك، لو في انصار هو بيطلع، بس ما في انصار. وهو انتوا كم شيء، انتوا كم شيء على مستوى العالم؟ انتوا كم شيء على مستوى العالم؟ سؤال، انتوا كم شيء على مستوى العالم يا حق؟ ها كم شيء على مستوى العالم انتم؟ مش الكل اوفي، مش يعني كم، يعني كم مليون مثلا؟ 20 مليون، 50 مليون، 100 مليون؟ لو بي لو لك اسمع لك، لو بيكونوا كلهم شيعة، لو بيكون الكون كله شيعة، ما حيظهر لحتى يصير في عنده انصار. 313 يعني انتم مش انصار؟ يعني انتم 100 مليون شيعي مش انصار؟ لا 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 لا، ما اكتملوا، ما اكتملوا يا يعني يا حاج، ما اكتملوا هن، بس يكتملوا. بس عندكم ربكم غلطان، ربكم عندكم ربكم غلطان. بص يا باشا، يا باشا وينشر الارض يا باشا، يا باشا يا باشا يا باشا، خلاص كفايه كده هري، كفايه حشي كده. ربكم غلطان ان 100 مليون واحد شيعي مثلا، ولحد دلوقتي الامام منتظر انصاره معاه 100 مليون، ويخلي النبي محمد ينزل قريش لوحده ويفضل يدعو واحد واحد، والواحد يبقوا اثنين، والاثنين يبقوا ثلاثة، والثلاثة يبقوا أربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ظاهر عيانا كده ويتعرض للبلاءات. الله، طب شلون؟ شلون يخلي النبي لوحده والنبي يقعد يدعي واحد واحد، والواحد يبقوا اثنين ويبقوا ثلاثة ويبقوا عشرة ويبقوا عشرين، وبعد كده يطلع بيهم للمدينة، وبعد كده يرجع فاتح، وحاجة عظيمة كده، حاجة تدخل العقل كده البشري. لكن انتوا 100 مليون، يبقى 100 مليون منافق،
لما هو لسه منتظر انصار، يبقى انتم 100 مليون منافق بقى، يبقى هو شايفكم لسه عيال اوزي مش قد الحرب، فعشان كده مش عارف ياخد منكم واحد او اتنين او 313، لسه ما كملتوش ال 313. هو كان عايز 313 راجل، مش 313 هشك بشك اولاد المتمتعين والمتمتعات اكيد يعني. ده استنباط مني انا. وبعدين ده في انبياء كتير جدا جم وقتلوا ومع ذلك برضه نفس الحكايه، يعني ما استنوش بقى ان ربنا يبعت لهم انصار ولا يبعت لهم مش عارف ايه والكلام الايه اللي انتوا دايما بتقولوه ده. طب شلون؟ وبعدين انت بتقول ايه؟ لو هو طلع واتقتل الاسلام هيروح، يعني معنى كده ان في اسلام ل 1300 سنه، يعني مش عايزينه يجي. طالما الاسلام قائم بعدم وجوده يبقى خلاص اللي طلعه. لا اصل طالع خايف يقتل، قال الاسلام يباد، بس كان بعدم وجوده موجود الاسلام، خايف يقتل يطلع بس واحنا عم بيعه، مالكش دعوه طلعوه بس، والله بجد طلعوه واحنا عم بيعه. احنا وانتوا هنشتركوا مع بعض في المهدي، لان المهدي مشترك ما بيننا وما بينكم، نشوف مين انصار المهدي بس اطلعوه، مالكوش دعوه يا عم. كلمونا بحاجات تتفهم، كلمونا بحاجات تتفهم، كلمونا بحاجات تتفهم، نبوظ دماغكم، كلمونا باشياء تفهم. زي اللي سالوه سؤال بيقولوا له الامام المهدي ليه اختفى؟ قال اختفى لاكتمال المشروع الاسلامي، للحفاظ على المشروع الاسلامي. فذكروني بالظبط كده مدير البنك وموظفين البنك اللي سابوا البنك عشان ما يتسرقش، وبواب البنك كمان، يعني بواب البنك وموظفين البنك ومدير البنك سابوه عشان ما يتسرقش، تخيلوا. يلا الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبكره نلتقي ان شاء الله في الزام جديد للشيعة. يلا السلام عليكم.